إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. الحوار برنامج يعالج قضايا النساء على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مساء الخير عليكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في هذا العدد الجديد من برنامج الحوار. اليوم راح نتناول في العدد الجديد من برنامجنا موضوع رمزية الحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة. نستضيف معنا اليوم أستاذة فرحتية نوال، أستاذة في المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. أهلا بك أستاذة. أهلا بك وشكرا على الاستضافة وعلى اختيار هذا الموضوع. شكرا لك أستاذة. أكيد أنت كمواطنة كأستاذة شاهدتي هذا الحراك منذ 22 فيفري إلى غاية اليوم. حاليا يتظاهر مجموعة من الطلبة ضد تمديد العهدة الرابعة. أول ما شفتي أستاذة اللافتات والشعارات السياسية، كيف فسرتي هذا الحراك سيميولوجيا؟ نعم، المتابعة هي متابعة مستمرة ومتابعة قوية، ولكن المظاهرات أو السلمية التي بدأت من 22 فبراير إلى غاية اليوم حملت دلالات ورسائل ورموز مهمة جدا. كل رمزية فيها تعبر عن عمق وعن ثقل وعن حكمة المتظاهرين، وكذلك عن الرسائل التي أراد الشعب الجزائري أن ينقلها من خلال الشعارات المحمولة، إن كانت مكتوبة أو حتى عن الهندام المستعمل في كثير من الأحيان، وكذلك الشعارات المكتوبة والصور التي حملت خلال كل مسيرة على حدة. أستاذة، سنتطرق إلى تحليل الرمزية الحراك الشعبي عبر مجموعة من المحاور. رح نبدأ بالشعارات السياسية التي حملها الشباب المتظاهرون بجميع اللغات، إنجليزية، فرنسية، أمازيغية. كيف تفسرين هذا التنوع في هذه اللغات في استعمال اللغة؟ نعم، هذا التنوع أولا له دلالات. دلالة الأولى هي أن هذا شباب متفتح على اللغات ويتقن اللغات، وكذلك استعماله للغات الأجنبية إن أردنا الفرنسية والإنجليزية له دلالة أخرى، ألا وهي أن هذا الرسالة المحمولة والمطالب المحمولة يريد أن ينقلها إلى العالم الذي يتفرج عليه أو إلى العالم الذي يشاهده. نحن نعلم اليوم أن هذا الشباب شباب مطلع على العالم، متفتح عليه ويتقن التكنولوجيا الحديثة، وعليه فاستعماله للغات كان في هذا الصدد وفي هذا المضمار. الأغاني السياسية أيضا الوطنية وأغاني الملاعب أخذت كما يقولوا حيز كبير في هذه المظاهرات. سمعنا مجموعة من الأغاني، أغاني الملاعب التي تعبر عن نضج ووعي سياسي كبير للمتظاهرين. نعم، أشكرك على يعني إدراج هذه الملاحظة. لماذا؟ لأنه قبل ما نتكلم على الحراك أو التمهيد للحراك، القاعدة الأساسية لهذا الحراك بدأت كانت لها البريميس نتاعها أو مؤشرات نتاعها بدأت في الملاعب، في أغاني الملاعب. كلنا نعرفون الملاعب هو محيط ترفيه، ولكن هذا الشباب أعاد له منحى آخر، أعطاه سياق آخر وأصبح سكون أبل أن إسباس بيبليك ألتيرناتيف اللي يذكروا أبيرماس على أنه الفضاء العمومي البديل، وكذلك الفضاء العمومي آخر بديل وهو مواقع التواصل الاجتماعي. في كانت الملاعب عبارة عن حلبة يذكر فيها الشباب هذه الأغاني التي هي عبارة عن شعر، يعني قصائد محكمة لها حتى قافية وموزونة شعريا، وتحمل دلالات سياسية عميقة وتحمل مطالب وتحمل يعني هواجس هؤلاء الشباب. هذا ينم عن وعي سياسي وعن عدم العزوف السياسي. العزوف السياسي لدى الشباب الجزائري ليس عن الشأن السياسي الذي وصلت إليه البلاد من حالة انسداد ومن حالة كره للعملية السياسية المتعفنة التي وصلها والتي يعني لمسها الشباب الجزائري، ولكن العزوف
السياسي كان في يعني استقالة الشباب الجزائري من الانتخابات من الاهتمام بالسياسيين، لأنه علم وعرف وفقه بأن هؤلاء ما هم إلا مجرد ديكور، وما هم إلا عبارة عن فولكلور معين. فهذا الوضع السياسي بالأشخاص السياسيين أو بالطبقة السياسية إن كانت من السلطة أو كانت من المعارضة، فهم هؤلاء الشباب بأن هذه طبقة لن تذهب بعيدا، والحقيقة وصلنا إليها في هذا الحراك بطبيعة الحال. أستاذة، شفنا خلال الأسبوع الفارط 8 مارس خروج المرأة بعدد كبير جدا، الكل كان ينتظر هذا العدد، يعني نساء كبار، شابات، بنات صغار خرجوا للشارع، عبروا عن رفضهم للعهدة الخامسة، عبروا عن رفضهم لتغيير النظام. شفنا تموقع وتمظهر مميز للمرأة خلال هذا الحراك. حقيقة 8 مارس كان هذا العام له نكهة أخرى، يعني والشيء اللي يعني استدعى اهتمام العالم أيضا وكونفوا ليماج، يعني الصورة التي أعطتها المرأة الجزائرية في هذا الحراك لمن يشاهدها في الخارج، هي أنها امرأة دائما في الموعد، في موعد يعني وفية للموعد التاريخي. ما نساوش أن الوضع اللي رانا عايشينه هو وضع تاريخي، هو سكون أبل ترانزيسيون هيستوريك في حياة الشعب الجزائري وفي حياة الأمة الجزائرية. المرأة حضرت وحضرت بقوة، وحضرت لتكون هنا لمطالبة بالتغيير، مطالبة بالديمقراطية، إعادة الأمل. نحن نعرف أن المرأة أكثر من نصف المجتمع. شفنا شابات جزائريات يلتحفن اللحاف الجزائري، سكون أبل الحايك الجزائري والعجار الجزائري. كنا نقول أنه هناك قطيعة بين الشابات وبين الحايك، لكن الحايك هو اليوم رمز الحايك. رانا اليوم هنا للتحليل السيميولوجي، الحايك استعمل كرمز، رمز لماذا؟ رمز للهوية الوطنية، رمز للأصالة، رمز للتجذر في الثوابت الوطنية، رمز للتجذر في الثقافة الجزائرية البحتة، رمز كذلك. ما نساوش أنه الحايك أيضا في وقت الثورة الجزائرية كان يرمز للصمود المرأة الجزائرية، لجهاد المرأة الجزائرية. الشابات الجزائرية تستعمل الحايك هنا لإعطاء هذه الدلالة، نحن ما لسنا مع قطعة مع ماضينا، نحن نريد أن نرجع إلى ماضينا. أثبتوا العكس واستعملوه كدلالة واستعملوه كرمزية ووصلت الرسالة المستعملة. بما أنه سيدنا نحكيه على المرأة وحضورها في الحراك المناهض للعهد الخامسة، جبنا مجموعة من الصور. نشوفوا هنا طبيبة أستاذة تحمل شعار مكتوب أنا فينير فلوري pour mes enfants et pour mes élèves. نعم، هذا الشعار أولا هي عندنا صورة وعندنا كتابة، يعني عندنا بونكارت وعندنا صورة شابة. صورة شابة هنا هي صورة مبتسمة، يعني هي طبيبة شابة مبتسمة. هذه الابتسامة وهذا يعني توحي بالأمل، توحي بالنظر إلى الغد بصورة مشرقة. وكذلك الكلمات إذا أنا فينير فلوري، وكلمة فلوري يعني مزهر، وإحنا رانا نشوف الإزهار هو في فصل الربيع، وهذه الكلمة يعني موضوعة بين في إطار أحمر حتى تعطي الأمل pour nos enfants et nos élèves، يعني لأطفالنا اللي هم يعبروا عن الجيل المقبل، وكذلك الطلبة. والصورة مأخوذة في أنفون، يعني الأغيار بلان تاع الصورة هي لسيارة الشرطة. سيارة الشرطة هي تدل على هذا الالتحام بين الجزائرية أو هذه الطبيبة الجزائرية، ومعني قدامها شابة جزائرية أخرى، والشرطة الجزائرية التي تذكرها بدورها ألا وهو حماية المواطن الجزائري، حماية ممتلكاته، حماية الحفاظ على أرواحه والسهر على راحته وخدمته. هذه دلالة هذه الصورة. نشوف صورة أخرى أستاذة، attention bébé à bord. هذه صورة أخرى لمرأة جزائرية يعني تلتحف العلم الوطني، تلتحف العلم الوطني وتكتب في ظهرها attention bébé à bord، وهذه اللافتة عادة ما يعني تكتب في السيارات حتى ننبه بوجود أطفال فنتوخى الحذر. تدل على أنه هذه السيدة الكريمة التحقت بالمسيرة رغم حملها ورغم المعاناة التي يعني يمثلها الحمل وثقل الحمل، إلا أنها أبت إلا أن تلتحق بالمسيرة وأن تعلن مساندتها للمسيرة، وكذلك تحمل نوع من الدعابة هنا، يعني حملت الدعابة من السخرية، لأنها يعني حتى تلفت انتباه المرة لها.
هادو لي بونكارت تشوفهم مع بعض بعد قليل. هذه بمحاميات خرجوا الاسبوع الفارط في من اجل ان يتمنوا الحراك الشعبي، شوفوهم في المقدمه. نعم المحاميات اللواتي حملنا يعني خرجنا بالجبه السوداء حتى يعني يعطوا دلالتين، دلت اولا نحن نساء وثانيا نحن محاميات، يعني حملوا الصفه الشخصيه والصفه المهنيه، ونحن نعلم ان مهنه المحاماه هي مهنه نبيله ومهنه ذات ثقل في المجتمع. نثمن الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهده الخامسه، تفعيل الماده 102 من الدستور، هناك التفاف حول هذه المسيره، وتفعيل الماده 102 يعني شغور منصب رئيس الجمهوريه. ارتأت هذه المحاميات أن تحضر بالجبة حتى تتكلم بالصفة القانونية واستدعاء القانون هنا، وأيضا الإشارة إلى المادة 102 من الدستور، أيضا لاحترام القانون وإعادة إعطاء القانون يعني دوره في المجتمع ومكانته في المجتمع التي غيبت كثيرا. نروح ونحكيه على بعض الرموز اللي بانت في الحراك، هي السلمية. نعم. تبادل التحية مع عناصر الأمن، احترام الأذان، احترام سيارات الإسعاف، لما يوصلوا المسجد يسكتوا، لما يوصلوا المصحة مستشفى أيضا يسكتوا، ما هو التفسير؟ أول دلالة هذه كل هذه الأمثلة التي ذكرتها هي دلالتها دلالة واحدة، أولا التنظيم المحكم، هناك تنظيم محكم في هذه المسيرات، هناك تناسق بين يعني بين المتظاهرين باللغه الاجنبيه كيفاش نقولوا تنظيم لا فول ستادير اورغانيزي اون فول سو ني با اون شوز ايزي، خاصه اذا ما شفنا انه لو مود اوردر الكلمه الوحيده اللي كانت تنظم هذه المئات من الالاف من المتظاهرين كانت عبر الفيسبوك، هي عباره فقط عن نصائح في الفيسبوك وعن توصيات في الفيسبوك، يجب ان نكون سلميين، يجب ان نكون حضاريين، ووجدنا هذا الانصياع مبهر. وحنا كي نتكلم على كلمه الابهار، الابهار اليوم راهي علم سكون ابل لا كرياسيون لا فابريكاسيون لا فاسيناسيون، يعني اتت اكلها. انا نشوف انه التعليقات في الخارج، هناك رجل سياسي جون لوك ميلانشون اللي هو رجل حزب سياسي معروف في فرنسا يساري، انبهر بالصوره التي اعطاها الشباب الجزائري في هذه المسيرات. ايضا دلاله السلميه هنا استرجع الدلاله الرمزيه ترجعنا الى عكس ما عاشته الجزائر في سنوات أخرى، لأنه الصورة التي خلفت عن الجزائر في السنوات العشرية السوداء هي صورة الشعب الدموي، الشعب الذي كان يعيش حربا أهلية سكون أبل اون غير انتستين، يعني حرب ضاروسة. هذه الصورة يعني مسحت وإلى الأبد هذه الصورة التي كانت في مخيلة وفي العقل الباطن عند الآخر وعند حتى الجزائريين، يعني إحنا كجزائريين انبهرنا ورجع الأمل في نفوسه من خلال ما شاهدنا. شفنا أيضا خلال 3 أسابيع اللي فاتوا حضور مختلف فئات المجتمع، كبار شباب صغار، لكن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة حضرت بقوة. شوفوا في الصورة رجل مقعد يحمل لافتة سلمية. هذه الصورة صورة مؤثرة ومعبرة في آن واحد، السيد كبير السن يعني مدفوع من قبل متظاهرين ويحمل السلمية، أبى إلا أن يشارك في هذا الحراك شعارا منه بأن الجزائر تعرف منحنى ومنعرج تاريخي، وأيضا يعني إحساس منه بأن أنه يجب عليه المشاركة حتى لا يبقى على الهامش. أيضا سيدة احنا قلنا باللي الجيل الجديد اللي كانت عندهم فكرة عليه أنه عنده قطيعة مع السياسة، ما عندهش نضج سياسي، ما عندهش وعي سياسي، عبر في خلال هذا الحراك بمجموعة من الشعارات اللي تكون متناسقة مع مواقع التواصل الاجتماعي، التكنولوجيات الحديثة، الأفلام، العديد من اللافتات استعملوها من الأفلام المسلسل الجزائرية. مثلا هنا واحد يحمل لافتة فوبات زيد موندا لعثمان عدوات. أولا هي دلالة عن ابتكارية، صادر كرياتيفيتي، ولا كرياتيفيتي هذه أو الابتكار نجدها عند كثير من الشباب. نعطي نفتح قوس صغير برك في الدول المتقدمة، الدول المتحضرة، كتابة السيناريوهات أكبر السيناريوهات تعقيدا وأكثرها تعقيدا لدي سيري دو تيليفزيون ولا دي سيري دو 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 فيكسيون أمريكان تكتب من قبل شباب. نرجع للإشهار، الإشهار أكثر أكبر الأفكار التي ذات طابع إنوفاتور
يعني هي مستوحاة من شباب. دونك لينوفاسيون هنايا هي تاع شباب. راهو استعملوا صورة عثمان عريوات في احد الافلام الجزائرية المتبعة وذات شهرة. نعم ذات شهرة في لدى الجزائريين، واستعملوا نوع من السخرية. نكملوا مع اللافتة أستاذة، نشوفوا هنا الشعب يطالب بكرسي رئاسي من نوع تيفال باش الرئيس الجديد ما يلصقش. هذا دليل على أنه الشباب الجزائري واعي بأنه ليس هناك فكرة التداول على السلطة، ودليل على ذلك تعديل الدستور لفتح العهودات. هنا الشباب واعي بهذا الأمر، وواعي بأنه يجب فتح المجال للتداول على السلطة بطريقة ديمقراطية حتى تتيح التغيير السلس. نشوفوا أستاذة لافتة أخرى، vous êtes mal barré. Votre système nuit gravement à notre santé. هذا الامبالاج تاع مالبورو. الامبالاج هو الامبالاج نتاع لا سيجاريت مالبورو. شوفوا كيفاش encore une fois في référence à la créativité des jeunes. مالبورو مالباري. يعني هذا الاستعمال بين سكون ابل لي جو دو مو مالبوري مالبورو. في اسفل لا بواط يكتبوا لنا فومي nuit à votre santé. ولا فومي تو كاريمون. يعني هنا ويقول بانه هذا الوضعيه هي وضعيه قهرتنا، نحن في قهر ويمكن ان تسبب لنا خطر على كياننا، خطر على تواجدنا. نشوفوا ايضا هنايا خرج ايفون 1 2 3 جي 3 الى ان نوصل اكس اكس ماكس، وانت مازال ما رحتش نسبه للرئيس بوتفليقة. نعم هنايا راه نشوفوا شاب يحمل هذه اللافته، وهذه اللافته يعني عرفت رواج على مواقع التواصل الاجتماعي. شاب في مقتبل العمر وبابتسامه وخرج علينا بهذه اليافطة. وش معنتها آيفون آ؟ يعني 20 سنة، كل هذا التطور التكنولوجي، كل تحولات اللي عرفها العالم تكنولوجيا اقتصاديا سياسيا، وإحنا ما زلنا في الركود. هذا كناية ورمزية على الركود والتجمد والتصلب الذي عرفته الجزائر منذ 20 سنة. إليها يشير الشاب هذا في هذه اليافطة. بابل كونكتي سيستم ديكونكتي. هذه معبرة جدا، هذه معبرة جدا سيميائيا. هنا رانا نشوفوا الواي فاي ونشوفوا البابل اللي راهو كونكتي وسيستم ديكونكتي. هنا واش الدلالة السيميائية نتاعها والرمزية نتاعها؟ انه كاين هناك هو كبيرة بين الجيلين، الجيل المتحجر واللي جيل هو عبارة عن جيل شائخ والجيل الشاب. لا كونيكسيون هنا لا تدل فقط على لا كونيكسيون من الجانب التقني او التكنولوجي المحث، وانما تقول عنه انه هؤلاء الأساس الذين يحكمون هذا البلد لا لديهم قطعة اتصالية بين الشباب، لا يسمعونهم ولا يفقهونهم ولا يريدون حتى أن يفهمونهم. هذا هو المقصد من هو ذو دلالة التكنولوجيا، يعني جيل آخر بمعايير أخرى بوسائل اتصالية أخرى. يعني vous êtes dépassé, nous vous dépassons par notre créativité. يعني تمكننا من التقنية وأنتم جيل آخر، يعني هناك قطيعة في الفهم وقطيعة في الاتصال بيننا، وكأنكم من عصر آخر، عصر الحجري ونحن في العصر القرن 21. شوفوا اللافتة أيضا بألوان العلم الوطني، العلم الوطني الأخضر الأحمر والأحمر والأبيض، وهذه دلالة على أننا جزائريون وأننا وطنيون، أن هذه المطالب ما هي إلا عبارة عن ترسيخ للوطنية نتاعنا، ترسيخ للجزائرية نتاعنا، ترسيخنا في وطننا. نحن هنا في وطننا وليس لدينا وطن سواه. لافتة أخرى، الربيع الجزائري نطيبوا فيه غير الرفيس والبراج. خبية، هذه ذات دلالة كبيرة أخرى. الربيع الجزائري هنا هو سكون أبل إن فورم دو ديماركاسيون على الربيع العربي. لماذا؟ لأن الربيع العربي في أذهان الكثيرين ربما أخذ منحا آخر، والمنح الدراماتيكي أنه كثير من الدول التي عرفت الربيع العربي انتهت بمأساة وبحروب أهلية وبحروب دامية، وهذا ما أشار إليه. الشاب الذي يحمل هذه اليافطة يريد أن ينقل رسالة بأن الربيع الجزائري ربيع سلمي ولن يعرف الدموية ولن يعرف الانحراف. طيب فيه غير البراج، لأنه حقيقة احنا هذه خصوصية في تقاليدنا وعاداتنا، حينما يدخل فصل الربيع نستقبله تستقبله على العائلات الجزائرية بتحضير الرفيس والبراج اللي هما هذا يعني رسالة بأننا لن نذهب بهذا الحراك إلى المجهول، لن نذهب إلى عدم الاستقرار، وإنما إلى الفرح والاحتفال ورمزية رفيس البراج والتقاليد الجميلة التي هي في مجتمعنا. كثير من الدلالات والرمزيات أدت إلى هذه. نحن شعب واحد، نحن تراب واحد، علم واحد يربطنا، علم واحد يجمعنا، مصير واحد يجمعنا.
كثير من دلالات عودة رجعتنا للثوابت ثورة نوفمبر استعمال صور شهداء بن مهيدي حاسبة، نعود نبنيو مرجعية جديدة للجمهورية الثانية التي نتمناها، مرجعية أول نوفمبر التي لم تتحقق في مجملها، وكذلك حينما رفعت صور الشهداء هذا اعتزاز بالشهداء، وكذلك أن هؤلاء الأشخاص هم الوحيدين على الأقل اللي بقوا نقايا في هذه البلاد، هذوك هم المرجعية تاعنا وليس رجال السياسة الذين تعاقبت عليهم الكراسي فترة بعد فترة. على هذه الدلالات الجميلة أكيد نختم حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لك أستاذة فرحتية نوال، أستاذة في المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام. نشكر متابعينا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، تابعونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء. إذا على صوت المرأة، إذا على صوت المرأة، إذا على صوت المرأة.